إذن ريسينج أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، انطلاقة موفقة كما شاهد مربط حلول في المقدمة مع المنظوم سلالة نظام لمربط حلول بقيادة سان ألبرتو على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط يأتينا ثانيا. هنالك سانت لوب على المركز الثاني، سانت لوب على المركز الثالث، سلالة نيوما نيفادا دولو على المركز الثاني، بينما ثالثا نشاهد الشحانية والضافي، ضافي الأرضية الماري لكي سانت ماركو تريسو على المركز الثاني، بينما المركز الرابع نعود لنشاهد الجواد أصيل مستر أوليفر ماتيرن بيير كومبارتينو، يأتينا أصيل سلالة نظاما سعيدة على المركز السادس يتراجع، بينما الشحانية تأتينا هنا في المركز الثالث، والرابع قاصيل سمو شيخ محمد بن خليفة الثاني على المركز الرابع. نعود إلى الصدارة يا سيدة والسادة، في المركز الأول حلول مربط حلول مع المنظوم، في المركز الأول منظوم سلالة نظام على صدارة هذا الشوط، بينما يأتينا الغزالي ومربط إنجاز والجواد سانت لوب على المركز الثاني، خطوة بخطوة في موقع واحد حلول ومربط إنجاز في المركز الأول، الجواد اللي هو سانت لوب والمنظوم. إذا من الخارج نشاهد الشحانية، يأتينا شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني مع الخطاف ولا قندهار، أنا قندهار في المركز الثالث من الخارج من الجهة اليسرى، ينطلق قندهار منجز وتحفة بتدريب السيد جوليان سمارت، يأتينا بالكاب الأسود هنالك قندهار، والقادم من الخارج ناصر عويض الأجري ديباكو بي في المركز متأخر شيئا ما عطانا أنه في القريب في الكوع. نعود إلى ضافي الأرضية المري، يستلم الصدارة لاكي ساند على المركز الأول سلالة بيرنينغ ساند، يأتينا في المركز الأول الأراضي العشبية، هنا انطلاقة الشحانية مرة أخرى تعود لانطلاقة قاسي، مفاعلة موفقة جدا انطلاقة قاسي وأصيل، أنا أصيل في المركز الأول، أصيل أيها السيدات والسادة، انضافي الأرضي، إتس أصيل، إتس ذا وينر، فعلا أيها السيدات والسادة. So ladies and gentlemen, the official result for the third race, horse number three is the winner, أصيل for Mr. Oliver Matern, trained with Albon de Mule and ridden by Pierre Confortino. The second place will be horse number two, Lucky Sand, for Dhafi Rashid Ardi Al-Marri. And Dhafi is the trainer and ridden by Marco Monteriso. And the third place, horse number eight, Al-Khattaf, for His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa, Thani and Richard Mullen. And the fourth place, horse number seven, Jihad, for Al-Mughirat and Gerald Afranche on board. And horse number five, he's in the fifth place, طامح فور سعيد إبراهيم المالكي and Gary Carter. مبروك.